موجز العاشرة من قناة الجزائر الدولية. السلام عليكم ورحمة الله. كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن جدول زمني للخروج من الأزمة التي تعيشها بلاده، وأقر بموجبها إجراءات استثنائية في جويليا الماضي أثارت جدلاً وسط الطبقة السياسية والشعبية. وقرر الرئيس التونسي إجراء استشارة شعبية واسعة على الإنترنت تبدأ في جانفي المقبل وتمتد إلى مارس 2022 لتقديم مقترحات بشأن إصلاحات سياسية ينشدها تونسيون. الرئيس قيس سعيد قرر أيضاً الإبقاء على البرلمان مجمداً إلى حين تنظيم انتخابات نيابية جديدة نهاية العام القادم. أولاً، يبقى المجلس النيابي معلقاً أو مجمداً إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة. ثانياً، تنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من شهر جانفي القادم، على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل وفي الخارج على السواء في 20 من شهر مارس، تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال. ووفق قرارات سعيد، سوف يتم إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في 25 جوليا المقبل. يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 من شهر جويلية، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية. في ليبيا، تسببت اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات تابعة لحفتر في مدينة سبها جنوب غرب البلاد، وتسببت في حركة نزوح واسعة من منطقة القرظة القريبة، فيما لا يعرف حتى الآن حجم خسائر تلك الاشتباكات. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هذه الاشتباكات اندلعت بعد قيام قوات حفتر بمصادرة عربات مخصصة للشرطة أرسلتها الحكومة إلى مديرية أمن سبها. يحتفل المجتمع الدولي اليوم بالذكرى 61 لصدور اللائحة 1514 التي صادقت عليها الجمعية العامة الأممية، وتنص على منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة وفقاً للمبادئ المعلن عنها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، في الوقت الذي لا يزال فيه الشعب الصحراوي ينتظر تطبيق هذه اللائحة التي من شأنها أن تمكنه من تقرير مصيره والاستقلال من الاحتلال المغربي وإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة القادم في جنيف جلسة خاصة حول الحرب الدائرة في إثيوبيا بطلب عاجل من الاتحاد الأوروبي. وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن الطلب الأوروبي حصل على دعم ثلث أعضاء المجلس إضافة إلى دول المشاركة بصفة مراقب من بينها الولايات المتحدة الأمريكية. ودعا الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى رئيسة المجلس، دعا الهيئة الحقوقية العليا في الأمم المتحدة إلى معالجة السريعة للوضع المتدهور في أثيوبيا. تنعقد اليوم القمة الخليجية 42 في العاصمة السعودية الرياض، وتناقش القمة مجموعة من الملفات الهامة أبرزها الملف النووي الإيراني، وتعد هذه القمة الأولى بعد إتمام المصالحات الخليجية. وقالت مصادر دبلوماسية إن القمة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الخليجي وفق رؤى جديدة تعيشها دول الخليج، بالتركيز على تحقيق تكامل اقتصادي فعال وتنسيق سياسي موحد وتعاون أمني ودفاعي. من المقرر أن يعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ الأربعاء
قمة عبر تقنية فيديو لبحث الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما، كما سيبحث الجانبان نتائج العمل المشترك خلال عام 2021 لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى جانب أولوية التعاون الثنائي في المستقبل. لم يستبعد البيت الأبيض إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا، وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الكثير من الشركاء في الناتو كانوا قد طلبوا نشر قوات إضافية بالتناوب مع دول حلف الأطلسي، لافتة إلى أن هذا الخيار لا يزال على الطاولة في حال قررت روسيا التوغل في أوكرانيا. فرض الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع ببروكسل عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، وكذلك على 8 أفراد وثلاث شركات طاقة في سوريا، متهمين بالمساعدة في تمويل المرتزقة في كل من ليبيا وسوريا وأوكرانيا. واتهم وزراء الاتحاد الأوروبي مجموعة فاغنر المؤلفة في أغلبها من عسكريين سابقين بانتهاك حقوق الإنسان وتنفيذ عمليات سرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.